أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة بداية تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 من 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى عشرة مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبه 62% من ليغلق عند مستوى 11174 نقطه، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 64% من ليغلق عند مستوى 1848 نقطه. وصعد مؤشر إيجي اكس هندرد بنسبة ثلاثة وستة وسبعين ليغلق عند مستوى 2823 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري